في هذا الدرس سوف تتعرفون على تطبيقين أفضلهما شخصيا، وأنصح كل من يريد تعلم اللغة الإنجليزية أن يعتمد على هذين التطبيقين. بالمناسبة هذا الفيديو ليس ترويجا لهذه التطبيقات، لأنها تطبيقات مجانية ومعروفة لا تحتاج لمن يعرف بها. الهدف من وراء هذا الفيديو هو أن تتعلموا اللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح وبأسرع وقت ممكن. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة English State لتعلم اللغة الإنجليزية، هذه القناة التي سوف تساعدكم في تعلم اللغة الإنجليزية. لذلك إذا كنتم مهتمين بتعلم هذه اللغة فلا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بجميع دروسنا. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك. أيضا إذا كان لديكم أي تساؤل اتركوه في التعليق. بداية أريد أن أشير إلى أن هذين التطبيقين لا ينفعان إلا مع الأشخاص الجادين في تعلم اللغة الإنجليزية. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى لا يظن شخص بأنه سوف يتقن اللغة الإنجليزية من خلال هذين التطبيقين في غضون أسبوع أو شهر أو شهرين. هي ليست بالأدوات السحرية، هي أدوات نعم فعالة جدا، ولكن لمن لديه ميزتين، ميزة الصبر والمواظبة. التطبيق الأول US Radio. US Radio، الراديو الأمريكي. ما عليكم فعله سوى الذهاب إلى Play Store أو App Store وتحميل هذا التطبيق. ميزة هذا التطبيق أنه يعطيكم جميع المحطات الإذاعية الأمريكية، ومن خلال هذه المحطات سوف يكون لديكم الفرصة لسماع عدد لا حصر له من البرامج والحوارات الممتعة، وبالتالي سوف تتعلمون اللغة الإنجليزية بشكل حي وليس بشكل مصطنع. في البداية قد لا تفهمون أو تستوعبون إلا بعض الكلمات التي تسمعونها، لكن مع مرور الوقت وأيضا مع المواظبة سوف يتطور جهازكم الاستقبالي للكلمات، وستكونون قادرين على التمييز بين الكلمات التي تسمعونها. إضافة إلى ذلك سوف يتطور نطقكم للغة الإنجليزية، لأن ذهنكم سوف يتعود على الإيقاع الصوتي العام الخاص باللغة الإنجليزية. وتذكروا دائما بأننا أطفال حينما يتعلق الأمر بتعلم لغة جديدة. الأطفال يعتمدون بشكل كبير جدا على مهارة الاستماع لكي يطوروا من مهاراتهم اللغوية. إذن if you want to speak you have to listen. إذا أردت أن تتكلم عليك أن تستمع. ميزة هذا التطبيق أيضا أنك يمكن أن تستعمله في كل مكان، فقط ارتدوا السماعات وعيشوا أجواء أمريكية. التطبيق الثاني تطبيق اسمه TED، واختصارا Technology Entertainment and Design. Hey Google, what is TED? According to TED Talks, TED is a nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks. Okay, Google. Thank you. My pleasure. TED هو برنامج عبارة عن مجموعة من المؤتمرات. شعار هذا البرنامج Ideas Worth Spreading، أو أفكار تستحق النشر. برنامج هذا التطبيق أيضا يمكنكم تحميله من Play Store أو App Store. هذا البرنامج يدعم لغات كثيرة من بينها اللغة العربية، لكن ما يهمنا هنا هو اللغة الإنجليزية. فمن خلال هذا الشرح سوف تكونون قادرين على رؤية ما يقال باللغة الإنجليزية بشكل مكتوب، وبالتالي من خلال هذه العملية سوف تطورون مهارتين، مهارة الاستماع ومهارة القراءة. وتذكروا دائما if you want to speak you have to listen and if you want to write you have to read. بالإضافة إلى تطويركم للغة الإنجليزية من خلال هذا التطبيق، فإنكم سوف تستفيدون أشياء أخرى مثل لغة الجسد، معارف ومعلومات جديدة، وأيضا قصص نجاح شخصيات كثيرة. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. إذا أردتم أن تتعرفوا على أفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية فهذا هو الفيديو، سوف يفيدكم كثيرا. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، أراكم بخير. باي.